محليا، دائما نظم صبيحة الأحد أنصار فريق اتحاد عنابة وقفة احتجاجية تنديدا منهم على رفض السلطات المحلية والولائية تقديم الدعم المالي للفريق، وطلب الهوليغانز في وقفتهم السلمية أمام مقر الولاية المسؤول الأول بالولاية للتحرك العاجل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل حصول الفريق على دعم الدولة. كما وجه أنصار الفريق نداء للمؤسسات الاقتصادية والشركات الخاصة في عنابة لتقديم التمويل الكافي الذي يمكن الفريق أو يمكن الفريق من تخطي الذائقة المالية التي يعيشها. الزميل فارس مصباح رافق الأنصار وعد لنا بالتالي. قولوا للمسؤولين تاع عنابة يعينوا الكلوب ويعملوا لنا التغيير الجذري. الرجال اللي يحبوا البلاد وحنا نحبوا البلا، يا لا سول ديستراكسيون كي يضوا عنابة. لي جون يسون افيك لا ديستراكسيون وراهم يعيطوا بهدوء بدون عنف، العنف ما يوصلش. نحبوا المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار فريق مدينة عنابة. الى اخبار